اول حاجه في الاكشن بوتنشيال، قبل حدوث الاكشن بوتنشيال الخليه بتبقى في حاله راحه. مش العضله بتاعتي كانت في حاله راحه ما بتنقبضش؟ نفس الكلام ده نيرف، دي خليه عصبيه، نيرف في حاله راحه ما بيشتغلش، يعني ما بيوصلش اشاره دلوقتي. وهو ما بيوصلش اشاره بيكون في حاجه اسمها استقطاب، اللي هي بولاريزيشن. استقطاب يعني ايه؟ يعني في قطب موجب وقطب سالب، والبولاريزيشن بيطلق عليه ريستنج ممبرين بوتنشال. بوتنشال هو فرق الجهد. ريستنج يعني في حاله الريست، يعني مفيش شغل، يعني مفيش اكشن بوتنشال. ريستنج ممبرين بوتنشال هو فرق الجهد اللي موجود على الممبرين اللي هو الغشاء. يعني بصوا ده، مش انا رسمت دي خليه عصبيه حواليها في الممبرين بتاعها، السيل ممبرين بتاعها. ريستنج اثناء الريست. في حاله بولاريزيشن حالة استقطاب، لما تسمع كلمة بولاريزيشن يبقى أنا كده في الريست، يبقى أنا مش مع بالأكشن بوتنشيال، يبقى أنا في حالة الريست. زي ما قلت بيبقى فيه قطب موجب وقطب سالب. أنا هعمل إيه عشان تتخيل معايا؟ هاخد الغشاء اللي هو الأزرق ده بتاع الخلية العصبية أو الخلية العضلية، هي هي أي اكسايتابل تيشو، ودايما هرسمه بالشكل ده عشان تبقى فاهم أنا بعمل إيه. أنا هرسم خط كده أهو، الخط ده هو الممبرين، جوه هي الخلية، بره هو ايه اللي حوالين اي خلية في جسمي؟ الاكسترا سيلولار فلويد، الاكسترا سيلولار فلويد. تمام، يبقى كده انا انر وكده انا اوتر. حلو الكلام ده. اللي انا عايزة اقوله لك كلمة بولاريزيشن ان الانر والاوتر مختلفين، في واحد فيهم موجب بالنسبة للتاني، او اللي هيتقال واحد فيهم سالب اكتر بالمقارنة بالتاني. يعني ايه؟ اقول لكم حاجة، ايه الايونات اللي تعرفوها موجبة او سالبة؟ انا اعرف الصوديوم والصوديوم موجب، واعرف البوتاسيوم والبوتاسيوم موجب، واعرف الكلورايد الكلور والكلور سالب، واعرف البايكارب والبايكارب سالب. حلوين حلوين، مش عايزين اكتر من كده. كل الايونات دي موجودة انر واوتر، موجودة في كله. يعني في صوديوم جوه، في صوديوم بره، في بوتاسيوم جوه، في بوتاسيوم بره، في كله موجود في كل حته، ولكن توزيعهم مختلف. يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت، بص على دي بص على دي، بص انت فكك بالكتاب، فكك من اي حاجه، انت بس ايه عايزاك تعرف اللي انا بقوله. لو عرفت اللي انا بقوله في الفيديو خلاص تفتحش الكتاب. الصوديوم مثلا موجود جوه وموجود بره، بس موجود بره هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. موجود بره 15 مره اكتر من جوه. ايه ده؟ يعني الصوديوم اكتر بره؟ مهمه قوي دي. طب البوتاسيوم موجود بره وموجود جوه، بس موجود جوه 30 مره اكتر من بره. ايه ده؟ يعني البوتاسيوم اكتر جوه؟ هل معنى ده ان مفيش بوتاسيوم بره؟ لا، فيه، بس كميته اقل. انتوا فاهمين الفكره؟ بس اللي انا عايزاكم تفتكروا، فككوا بقى من بقيه الايونات، فككوا من اي ايونات تانية. انا عايزه دولت، الصوديوم اكتر بره والبوتاسيوم اكتر جوه. خلاص كده، خلاص. طيب في ايه تاني ايونات عندي؟ عندي كلورايد، الكلورايد موجود بره وموجود جوه، كلورايد سالب. وعندي البايكارب، البايكارب موجود بره وموجود جوه، سالب بره. مش فارق معايا بحاجه. اللي فارق معايا حاجه تانية هي البروتينات. في بروتينات بتبقى موجوده جوه الخليه، جوه الخليه. البروتينات دي حجمها كبير، فما بتقدرش تعدي لبره، ما بتعديش، مستحيل تعدي لبره. البروتينات دي بتبقى سالبة الشحنة. الله، يبقى انا عندي حاجة كبيرة سالبة الشحنة موجودة جوه الخلية ومش بتطلع لبره. البروتينات دي هي اللي مسؤولة ان جوه الخلايا دايما بيبقى نيجاتيف مقارنة ببره. يعني احنا هنعمل ايه عشان بس الناس اللي ملخبطة؟ هتعمل ايه؟ هتحسب جوه مجموع الايونات الموجبة كلها ومجموع الايونات السالبة كلها، حلو، وتحسب بره مجموع الموجب ومجموع السالب، حلو. هتلاقي ان جوه السالب اكتر من السالب اللي بره، وبره الموجب اللي بره اكتر من الموجب اللي جوه. فاهمين الفكره؟ يبقى كل اللي انا عايز اعرفه ان كلمه بولاريزيشن معناها ان الممبرين اللي احنا اتفقنا هنرسمه خط كده اهو، مش قلنا استقطاب يعني قطب موجب وقطب سالب؟ من اللي انا شرحته عندي الانر سيرفيس وعندي الاوتر سيرفيس، مين فيهم القطب الموجب ومين فيهم القطب السالب؟ وقف الفيديو وقول مين القطب الموجب ومين القطب السالب. اللي هيجاوبها صح عبقري. اللي جوه هو القطب السالب واللي بره هو القطب الموجب، صح. ليه؟ لان انا قلت ان جوه في بروتينات سالبه مستحيل تطلع لبره،
وبره موجب ليه؟ لان البروتينات دي مش موجوده بره، وفي الصوديوم، في صوديوم كتير والصوديوم ده موجب. جميل. طب هتقولي طب ما جوه في بوتاسيوم، انا ما انا بقى بهري في ايه بالصبح؟ ما جوه في ايونات موجبه، بس جوه السالب اكتر، السالب اكتر من الموجب. خلاص كده، جميل قوي الكلام، جميل قوي قوي. انا لما الاقي الممبرين في المنظر ده ان جوه سالب بالمقارنه ببره، بسميه ريستنج ممبرين بوتنشال. انا هنا مستريحه، مش مفيش اي حاجه بتحصل، مفيش اكشن بوتنشال بيحصل. طيب الريستنج ميمبرين بوتنشال قيمته بتختلف من تيشو للتاني. يعني الريستنج ميمبرين بوتنشال بالنسبه للنيرف للاعصاب سالب 70، وبالنسبه للسكيليتال ماسل، شوف انا بقول لك ايه، سكيليتال ماسل اللي هي العضله المخططه، سالب 90 ملي فولت. ملي فولت ايه سالب 70 وسالب 90؟ سالب 70 في النيرف يعني ايه؟ سالب دي مش معناها ان قيمه تحت الصفر، لا لا لا، الرقم ده او الاشاره دي دايما بتعبر عن الانر، عن الانر. يعني لما احط سالب معناها ان جوه سالب بالنسبه لبره، جوه سالب اكتر من بره. طب لو حطيت موجب يبقى معناها ان جوه موجب اكتر من بره، فاهمين الفكره؟ يبقى سالب 70 يعني ايه؟ معناها ان النيرف اثناء الريست، وهو مش بيعمل اكشن بوتنشال، اثناء الريست جوه الممبرين سالب 70 مره اكتر من بره الممبرين. نقولها تاني، في العضله، في العضله والعضله مستريحه مش بتعمل اكشن بوتنشال، جوه العضله سالب 90 مره اكتر من بره العضله. انتقال الايونات بيتم بطريقتين، يا باسيف يا اكتيف. باسيف يعني ايه؟ يعني من تركيز عالي لتركيز قليل، والانتقال ده مش محتاج طاقة، بديهي. انا بتعدي من تركيز عالي لتركيز قليل اهو مع الجاذبية، وقعت مع الجاذبية، مش محتاجة اي طاقة عشان احرك الايونات. يبقى الباسيف ترانسبورت مش بيحتاج طاقة، والايونات بتتحرك من تركيز عالي لتركيز قليل. بس في شرط، انا عشان اتحرك من تركيز عالي لتركيز قليل لازم يكون السكة قدامي مفتوحة، ولا ايه؟ افرض انا قافلة السكة، هتعرف تعدي؟ لا، يبقى لازم السكة قدامي تبقى مفتوحة. انما الاكتف ترانسبورت العكس، انا عندي عايز احرك الايونات عكس الكونسنتريشن جريديان. كلمة كونسنتريشن جريديان هو التركيز، عكس التركيز، عايز اعدي من حتة من تركيز قليل لتركيز عالي. طبعا انا كده بعاكس الطبيعي، يبقى دي الاكتف ترانسبورت محتاج طاقة عشان عاكس الطبيعي، والطاقة عندنا بتبقى في صورة ATP، عشان اكسر الـ ATP وطلع منه طاقة وانقل الأيونات من تركيز قليل لتركيز عالي عكس الكونسنتريشن جريديانت بتاعهم. تعالوا نطبق الكلام ده على الممبرين بتاعنا في حالة الريست، وانا لسه ما عملتش، خلي بالكوا كل ده لسه ما بدأتش اكشن بوتنشال، بتكلم في حالة الريست. يلا، ده الممبرين بتاعي، ده انر وده الاوتر. من اللي انا قلته الصوديوم اكتر فين، انر ولا اوتر؟ ها، اوتر فعلا. اكتر بكام مره؟ 15 مره. يبقى كتبنا ان الصوديوم اكتر بره. طيب البوتاسيوم فين اكتر، اوتر ولا انر؟ انر. اكتر بكام مره؟ 30 مره. عاش. ايه بقى الاخرام اللي انا عاملاها دي؟ دي اسمها ليك تشانلز. ليك، ليك يعني بتسرب. استنى اكتبها، اها، ليك تشانلز يعني مفتوحة على طول، يعني اللي عايز يعدي، بس لا خلي بالك مش عايز يعدي يعدي، كل ايون ليه الليك تشانل بتاعته. يعني الصوديوم الليك تشانل بتاعته انا ملونها باللون الاخضر، والبوتاسيوم الليك تشانل ملونها باللون البني او البرتقاني، كل واحد على حسب نظره. يعني بصوا، عشان ايه؟ عشان انا ايه، انسانه خلقي ضيق. مين التشانلز بتاعته اكتر، الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ مين اكتر؟ واضح، واضح جدا. لو جبنا اي حد ماشي في الشارع قلت له مين الموجود اكتر، البرتقالي ولا الاخضر، هيقول لي ايه؟ الاخضر. فعلا، برافو. لا، البرتقالي. البرتقالي اهو. يبقى اول معلومه طلعت فيها ان الليك تشانلز بتاعه البوتاسيوم اكتر من بتاعه الصوديوم. عشان كده يبقى مين اللي ليه حريه الحركه اكتر، البوتاسيوم ولا الصوديوم؟ البوتاسيوم. يبقى لو سالك مين اكتر ايون الممبرين بيرميابل ليه، بيرميابل يعني يعديه من غير حاجه، هو البوتاسيوم عشان عنده ليك تشانلز كتير. في الواقع الممبرين بيرميابل للبوتاسيوم من 50 ل 100 مرة
اكتر من الصوديوم، الاكس دي تايمز اللي هي بضرب في 500 مره، اللي يبقى عدد ايونات البوتاسيوم كتير جدا، سوري عدد الشانلز بتاعه البوتاسيوم كتيره جدا اكتر من الشانلز بتاعه الصوديوم، يبقى الممبرين بيرميبل للبوتاسيوم من 50 ل 100 مره اكتر من الصوديوم. عشان كده لو سالك مين الايون المسؤول عن الريستنج ممبرين بوتنشال، قصده هنا اكتر ايون بيتحرك في الريستنج ممبرين بوتنشال، او اكتر ايون الممبرين بيرميبل ليه في الريستنج ممبرين بوتنشال، هتقول له مين؟ هتقول له البوتاسيوم. البوتاسيوم ليه؟ عشان الممبرين بيرميبل جدا للبوتاسيوم. طيب نرجع مرجعنا، الصوديوم اكتر بره، امسك كده الصوديوم لوحده، الليك تشانلز دي على طول مفتوحه على طول، فاكوردنج للكونسنتريشن جريدينت للتركيز، الصوديوم يتحرك من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ ده في الريست، ده من غير ما انا اعمل اي حاجه، هو نفسه يعمل ايه؟ هو انا والله انا كصوديوم تركيزي اعلى بره، فانا كصوديوم اتحرك passively، passive يعني من غير طاقه، من بره لجوه، وطالما السكه مفتوحه قدامي اعدي، ليه لا؟ عادي، وده بيحصل عادي عادي جدا، عادي وادخل، ما ادخلش ليه؟ عشان كده قلت لك ان جوه الخليه في صوديوم عادي جدا، والله بتقولي والله الطلاق في جوه في صوديوم عادي جدا. طيب البوتاسيوم، طب لو البوتاسيوم، البوتاسيوم اكتر جوه، انا والله انا اكوردنج للكونسنتريشن جريدينت طالما انا اكتر جوه اتحرك من جوه لبره، ده عادي وبيحصل في الريست عادي جدا، ولكن بيحصل لحد معين، لحد خدت بالكم، لحد معين. ازاي هيفضل الصوديوم يدخل من بره لجوه والبوتاسيوم من جوه لبره بس مش هيتمادوا؟ ليه؟ لان الممبرين بيستريح، لو انا نيرف هستريح عند سالب 70. يعني ايه سالب 70 تاني؟ حد فاكر يعني ايه سالب 70؟ يعني جوه الممبرين سالب 70 مره اكتر من بره، اهو الرقم ده بالنسبه لي مريح، انا عايزه اقف عند الرقم ده، يفضل الصوديوم يتحرك والبوتاسيوم يتحرك لحد ما اجي ايه قرب الرقم ده. الممبرين عايز اقول لكم حاجه، هل يعدي الكلورايد والبايكارب؟ اه دولت بيعدوا من غير التشانلز كمان، يعدوا براحتهم مش بيفرقوا معايا، مش من الحاجات اللي بتفرق معايا. طيب مش انا كان عندي بروتينات سالبه كبيره موجوده جوه الخليه، هل البروتينات دي ممكن تطلع بره؟ لا، الممبرين از امبيرميبل، impermeable، مش بيعدي البروتينز دي خالص، البروتينز دي بتفضل جوه وبتخلي الشحنة جوه الممبرين سالبة. يبقى كده الممبرين، كده اتكلمنا عن خصائصه، خلي بالكوا كل الكلام ده اتريست، يبقى بيحصل اتريست ايه؟ البروتينات محبوسة جوه، الصوديوم والبوتاسيوم بيتحركوا والكلورايد والبايكارب بيتحركوا، بس هو الممبرين اكتر ايون بيتحرك فيه هو ايه؟ هو البوتاسيوم، لان الممبرين permeable جدا للبوتاسيوم، لحد ما اوصل لسالب 70. طب افرض في ايون كده قل كده بعقله وراح ايه اتحرك زياده عن اللزوم، انا عايزه اقف عند سالب 70 لان سالب 70 هو المريح بالنسبه لي، فربنا خالق حاجه مهمه جدا 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 اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب.